في الوقت الذي يعاني منه العراقيون من البطالة وقلة فرص العمل كما شاهدتم، طرأت مسألة جديدة على الشارع العراقي، وهي العمالة الإيرانية والذين يدخلون للعراق بحجة الزيارة ثم يبقون للعمل في العراق، ومزاحمة العامل العراقي الذي يعتمد على عمله اليومي في قوته اليومي. فنشاهد الآن نتكلم عن موضوع جديد. الآن هو العمالة الإيرانية، الآن يعني أقل عمل هو يشتغل المواطن البصري، يشتغل عماله بالبناء مقابل مبلغ 20,000 أو 25,000 باليوم من الصبح للساعة الثلاثين تحت حرارة الشمس اللي تبلغ 60 درجة مئوية، لكن حتى العمالة ما موجودة. ليش؟ لأن أغلب الإيرانيين الآن قاعد يدخلون لمدينة البصرة بحجة الزيارة ويروحون يشتغلون، وأرباب العمل مع كل الأسف يشغلونهم بعشرة آلاف باليوم، يستغلون طبعا يستغلون تواجدهم بالبصرة ويشغلونهم بعشرة آلاف أو 15,000 حتى يصير لهم فرق، بس يترك ابن بلده اللي متزوج وعنده عائلة وعنده أطفال وكذا. يعني حتى على شغلة العمالة لحقوهم، ويا مجموعة من الشباب معداتهم وياهم يفترون من الصبح لحد الآن ما لقوا عمل. ليش؟ لأن وين ما يروحون يقول إيرانيين قاعد يشتغلون عمالة ما لاقين شغل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هاي طلعنا من الصبح لحد الآن رجعنا ماكو شغل. ماكو شغل. يشتغلون الإيرانيين هاي، نعم، يشتغلين بالداكير مأجرين هنا، نعم، ويباتون بالداكير بالعشار بالفنادق، نعم، وإحنا ضالين لا شغل ولا عمل. حتى على المسطر طلعوا، مو بس الشركات اللي يشتغلون به، حتى بالمسطر طلعوا. بالمسطر؟ اي بالمسطر طلعوا. ماكو محاسبة. انا ناشد نقابة العمال، ناشدهم، ناشد وزارة الداخلية يطلعون عليهم، لان هو هذا واجبهم. بالمناسبة الايراني اللي قاعد يدخل من ايران للعراق او عن طريق البصرة طبعا يختم على جوازه بان ممنوع يشتغل، لكن هو يدخل مباشرة بالزيارة ويفتر ويشتغل هنا.